وقد تم الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل في مدينة تل أبيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل. على أرض إسرائيل. على أرض إسرائيل. في 14 من مايو عام 1948 بن غوريون يعلن قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية. على أرض فلسطين العربية. على أرض إسرائيل. على أرض فلسطين العربية. هي أشياء تشترى وتباع على وليمة تطبيع عامرة، ألبست اسم شهر رمضان، تراود العربي المحبوس في بيته عن ثوابته وتاريخه حتى يبدل سيفاً كان له بسيف قد أثكله. اشتعت عسلات فلات. كان الأمر ليمر عادياً لو اكتفت القناة الممولة خليجياً بصناعة ما تتقنه، لكنها اختارت الخوض في التاريخ والشائك الديني والسياسي على شكل دراما مختلف في مستواها، مثلت مخرجاً لعقل مأزوم في تسويق صعب. قصدي قلت الحياة علشان فلسطين، دخلنا حروب علشان فلسطين، بطعنا النفط علشان فلسطين، يوم صار عندهم سلطة ندفع تكاليف ورواتب وحنا أحق بهالفلوس، وما يصدقون على الله يقولون هل كبر فرصة ويهاجمون السعودية. وبالرغم من استدراك يمتص الصدمة فإنه يحيل الثابت إلى دفاع. في فلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود، ومثل ما في فلسطينيين في الانتفاضة واجهوا الدبابات الإسرائيلية بصدورهم. أما الفكرة فانفجرت في عقل المتلقي متجاوزة حوار العبور. هل ألهمت الحملات الإلكترونية منتجي المسلسل أم ألهمها أم لهما ملهم واحد؟ البرنامج تزامن مع جدل عارم يصوب على الرأي العام في السعودية بعدما ضعفت فرية الفلسطيني الذي باع أرضه أمام حقيقة المجازر الصهيونية الأولى وبؤس الشتات اللاحق، فجاءت حملة شيطنة الفلسطيني واتخاذ مواقف فردية للقفز من المنسوب إلى المنسوب إليه. هذا الفلسطيني المتخاذل الناكر للمساعدات والإعاشات والدعوات وفق الحملات هو من خوصم لأجله الإسرائيلي الطيب الذي يشبهنا وفق تعبير في المسلسل، وعليه فقضيته لن تكون قضيتي كما الشعار الأثير للجيوش الإلكترونية. والفلسطيني المشيطن مسلماً أو مسيحياً يقتضي بالضرورة حضور يهودي طيب جميل، ذاك ما ستتكفل به أم هارون. شايفة هاللمة الحلوة، قلوبنا على بعض وأحلامنا واحدة. هنا ستسمع عن إسرائيل التي قامت على أرض إسرائيل. فقد تم الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل في مدينة تل أبيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل. والنبش في تاريخ اليهود العرب يكون مفهوماً طالما التزم تقديم الحقائق. أنا متأكد أن حتى الأطفال رح يتابعون بإذن الله العمل. والعمل اللي تم تصويره بالإمارات العربية المتحدة بيركز على فكرة التسامح بين الأديان الثلاث. ولو أن المنتجين خلدوا بالقدر نفسه مآثر كل مسلم ترك أرضه، أو نظروا في تاريخ المسلمين وحضارتهم ليبرزوا علوماً أو أعلاماً أو بطولات، لا شيء من ذلك، بل هجوم كاسح على من يفعل. هذا المسلسل التركي الأشهر عن سيرة والد مؤسس الدولة العثمانية شاهده عشرات الملايين ويشاهده اليوم ملايين غيرهم بعدما أمر رئيس وزراء باكستان عمران. إيش قصدك يعني؟ قصد إسرائيل موجودة، عاجبكم ولا مو بعاجبكم؟ عجيب والله، هذا كلام جديد يا جبر. والله مو بجديد، موجود بس إن ما لقى الواحد فرصة يقولها من أول. يلا جتك الفرصة، علمنا وش عندك. أقول ما ضيع العرب كلها سنين إلى القضية الفلسطينية يا حبيبي، وآخرتها كلام وجعجعة بدون نتيجة. وإذا تظنون أنكم إذا منعتم زياد يلعب مع خويها الإسرائيلي إن إسرائيل بتزول عن الوجود فأنتم غلطانين. والله ما عندك سالفة. لا والله ما عندك سالفة، وإسرائيل إن شاء الله زايد. إسرائيل موجودة عجبكم ولا مش عجبكم؟ حرقوا بجاز موجود. العدو مش الإسرائيل، العدو هم الفلسطينيين. هو هكمل لك دلوقتي. قال لك العدو مش إسرائيل، اوعى تفتكر العدو إسرائيل. نفس الكلام اللي بيقوله إن عالي السعودية اللي مسمين نفسهم إعلاميين حقيقة اللي متنطورين طيلة الفترة اللي فاتت وعلى شكلة
والناشطين اللي عشكيت محمد سعود وكده وبتاع. اسرائيل موجوده موجوده، اسرائيل عمرها ما ضرتنا. ها الجمل اللي قاعده يطرشوها عذرا يعني نبقهم كلهم، والفلسطينيين حقراء جدا 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 ما قدروش احساننا. قصدك يعني؟ قصدي كلت الحياه علشان فلسطين، دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، يوم صار عندهم سلطه ندفع تكاليف ورواتب وحنا احق بهالفلوس. وما يصدقون على الله يقولون هل كبر فرصه ويهاجمون السعوديه. لعنة الله على المتصهينين، ولعنة الله على خدام الصهاينة، واللعنة كل اللعنة على المتصهينين العرب اللي هم أخطر ها على القدس وفلسطين. الأرض أرض إسرائيل. كاتب سعودي يدعو نتنياهو لحرق الفلسطينيين. الأرض أرض إسرائيل. طلب السعين أو السعين أو لا أدري ما اسمه هذا الشخص الكاتب السعودي السعين أو رواف السعين نتنياهو بتخليص العالم من الفلسطينيين قائلا: يا آدمي يا نتنياهو، أحرق العصابات هذه وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا منهم، ليش مخليهم؟ القضية قضية إسرائيل معكم. كان إسحاق شامير ورابين وشارون وجولدا مائير والثاني والله ما ادري ايش اسمه، هذول كانوا ابطال تدري ولا لا؟ لكن نتنياهو جبان، لان نتنياهو ما حركهم، ما ادري ايش يبي بالاسلحه مكدسها عنده. يا ادمي يا نتنياهو احرق هال قصدك يعني؟ قصدي كلت الحياه علشان فلسطين، دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، يوم صار عندهم سلطه ندفع تكاليف ورواتب وحنا احق بهالفلوس. وما يصدقون على الله يقولون هل كبر فرصة ويهاجمون السعودية. لعنة الله على المتصهينين، ولعنة الله على خدام الصهاينة، واللعنة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غرد في 21 نوفمبر تشرين أول عام 2017: لقد استضفت أصدقاء يهودا في منزلي بالرياض، آبي وبني، صديقان رائعان وعزيزان جدا. هذه العبارات تحدث بها وزفها المدون السعودي مع فيديو ترحيبي بالضيوف في منزله. أبي، ويلكم تو ماي هوم، أهلا وسهلا، برخويم هباين. زي محمد سعود الملح، هنا كل كخ غوا يا الله. وزمنوتي لا. I'm gonna do like this. وزمنوتي لا بايت شلو، ونحن بو. أهلا وسهلا. موني. ها أرش الخيم. من يمين. بني. باروخة. الفيديوهات التي انتشرت للزيارة تضمنت أيضا غناء بالعبرية ورقصة، دعونا نتابع. الزيارة تتضمنت أيضا إكرام الضيف بالطعام، لكن هل يوجد طعام كوشر في الرياض وهو الأكل المباح في الديانة اليهودية؟ مازه ومارخ אותנו בבית שלו מפנק אותנו חבל על הזמן והבן אדם הזה מקסים. תודה לכם משפחה שלי, אני מאוד מבסוט. אתם הראשון ישראלים בבית שלי. איזה כיף, אנחנו זה כבוד. תודה לאל, ברוך השם, אני מאוד 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 מבסוט. תודה. בוא נראה משהו יריח אותנו, תראה להם. הנה, תראה להם פה. רגע, תראו חברים. הכל קשר. הכל קשר, חבר'ה. דאג לנו לתמרים, מיץ, קפה, הכל. תודה רבה. פינק אותנו, והנה גם פינק אותנו בבגדים יפים. מוחמד, תודה. הבית שלכם. בני.
تسلخوا لي ان كوشر مسعدات لا سلخين ما بيت خضاد ان بيت خضاد لا سلخين لا سلخين استا اللي هي بارخ خير تدع محمد يا مال. التغريدات على الموضوع كانت كثيرة، هذه عينة من تلك التغريدات. هذه تغريدة لهايس تقول أو يقول فيها هايس: على ما أعتقد أن في فرق بين اليهودي والإسرائيلي، ما عندنا مشكلة مع الديانة اليهودية، أهلا وسهلا بهم، لكن لدينا مشكلة سياسية مع الكيان الصهيوني أو ما تسمونها إسرائيل. غلف عربي تقول: إن لم تكن برضا الحكومة لما استطاعوا الدخول، وما تجرأت على ذلك، لم ولن يقبلها الشعب والعرب والعادات والقبائل، ولكنه زمن الرويبضة والعملاء واللصوص. علي الرئيس في تغريدته: الله يحييكم في بلدكم الثاني السعودية يا أبناء العمومة. عبد الرحمن الحصيني: محمد الصادق الأمين كان جاره يهوديا ودرعه مرهون لدى يهودي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فديننا يقول السلام مع الجميع، واليهود هم أولاد العم، وعصر الصحوة الذي كان يعبئنا بالأفكار والضلالة قد انتهى. حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية غرد عن الزيارة قائلا: يسعدنا أن نرى السعودي محمد سعود الذي زارنا يحتفي بضيوفه مع من إسرائيل، لا شك أن هذه نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود. يقال أن السعة في القلوب، وإن شاء الله المزيد من اللقاءات والتعاون. حقيقة هناك كثير من دائما ما تأتيني أسئلة: ما هي الفائدة من إقامة علاقات مع إسرائيل؟ ما الذي سوف نستفيده نحن في المملكة العربية السعودية أو حتى في الدول العربية من إسرائيل؟ يعني ما إذا قمنا السلام معها ما هي الفائدة؟ هناك فائدة عظيمة جدا. أولا، إسرائيل دولة صناعية متقدمة جدا في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي إلى آخره. يعني مثلا نحن في المملكة العربية السعودية بلد صحراوي، لا يوجد لدينا أنهار ولا، والمياه الجوفية قليلة جدا، فبالتالي نحتاج نريد أن يكون لدينا مواردنا الزراعية التي نستغني عنها، أن نقوم باستيراد موادنا الغذائية من الخارج. يعني مثال: إسرائيل لديها اختراع وهذا طبق ونجح نجاح كبير جدا، وهو أن تقوم ب يعني مثال عندك متر مربع تريد أن تزرع فيه، في الزراعة الطبيعية وفي هذا تقوم ب يحتاج مثلا إلى 4 لتر. الاختراع الموجود في إسرائيل بهذه المجال تحتاج لتر واحد فقط، أي أن ماذا تحتاج هذه النباتات حتى تنمو بالضبط، كمية المياه التي تحتاجها تقريبا نسبة الدقة فيها لا أريد أن أقول 100% ولكن 99%. أيضا في مجالات الصناعة الذكاء الاصطناعي، في مجالات الصناعات العسكرية، ونحن لدينا يعني الآن هناك هيئة أنشئت للذكاء الاصطناعي، نحن لا نريد أن نستورد، أن نكون مستوردين مستهلكين للمنتجات، نحن نريد أن نكون بلد صناعي ومصدر لهذه المنتجات. فبالتالي التعاون أو الشراكة، عمل شراكة وسلام مع إسرائيل، لا شك أنه سوف يساهم في هذا، سواء نبتعث طلبة إلى الجامعات الإسرائيلية أو نقوم بعمل شراكات، فبالتالي هناك فائدة عظيمة جدا سوف نجنيها، خاصة وأننا نحن في المملكة العربية السعودية لدينا الآن خطط بأن نكون بلد صناعي وأيضا بلد لوجستي الأكبر في العالم. فبالتالي هذا لا شك أنه يحتاج إلى أن نكون فاعلين ومنتجين، ولدينا الموارد البشرية الوطنية القادرة في بعملية الإنتاج، وليس مجرد مستهلكين وهامشين ليس لنا. فذلك السلام. وأيضا في المجال الدفاعي نستطيع أن نطور صناعاتنا العسكرية من خلال تعاون تركيا. كيف تطورت تركيا من خلال التعاون العسكري والتعاون المدني والصناعات. معظم الخبراء الإسرائيليين، تركيا كانت دولة متخلفة، ولكن بفضل إسرائيل قامت بتطوير كثير من صناعاتها. فبالتالي نحن نستطيع أن نكون دولة صناعية ونستفيد من هذه الخبرات، وبالتالي الشراكة. وأيضا من جانب آخر،
يجب أن لا ننسى، وهذا نحن لا ننسى، عندما تم تأليب الرأي العام في قضية جمال خاشقجي ضد المملكة، اللوبي الصهيوني واللوبي الإسرائيلي اشتغلوا بدون يعني مساهمة منهم، لو أنهم يدركون ماذا تعني المملكة العربية السعودية، فساهموا حقيقة في إخماد كثير من الرأي العام بحكم علاقاتهم، بحكم ما يملكون من وسائل سواء إعلامية أو غيرها، في خاصة المؤثرة في الولايات المتحدة والغرب. فبالتالي كان חמאס מנסה להביא לשחרורם של עשרות פעיליה בסעודיה לקראת עיד אל פיטר שמסיים את צום רמדאן, אך הסיכויים לכך קלושים ביותר. נראה כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן אימץ את העמדה האמריקאית ואת העמדה הישראלית כי תנועת חמאס היא ארגון טרור ולכן יש להתנהג אליה בהתאם, זאת גם במיוחד לאור קשריה עם קטר ועם איראן. מדובר בשתי מדינות שהן אויבות של סעודיה, קטר מארחת בשטחה את הנהגות האחים המוסלמים והנהגות חמאס, שקשורות בעבותות לאיראן השיעית, והן חותרות תחת בית המלוכה הסעודי. השינוי בעמדה הסעודית כלפי חמאס הוא שינוי חשוב, גם היחס לתנועת האחים המוסלמים, שהיא תנועת האם של חמאס. בעבר היו לבית המלוכה הסעודי קשרים אדוקים, עם תנועת חמאס, ביקרו שם מייסד התנועה השייח אחמד יאסין, היה לחמאס משרד רשמי והם אספו כספים בגלוי עבור התנועה ואפילו מלך סעודיה תרם להם כסף, אבל היום הסעודים מאמצים בגלוי ללא חשש את העמדה האמריקנית ואת העמדה הישראלית. בשורה התחתונה הם מתייחסים לחמאס כארגון טרור וזה בהחלט התקדמות לטובתה של ישראל. الصراحة راح وما بتزعلش، الصراحة راح. لو أنا لو إحنا في هذا البرنامج دبلجنا صوت المحلل الصهيوني وعملناه بالعربي، تقدر تفرق بينه وبين الصحافيين لمؤاخذة السعوديين اللي بيطلعوا يقولوا هذا الكلام؟ تقدر تفرق بينهم؟ تقدرش تفرق بينهم. مش عارف بابا، أقول لك الموضوع اختلط تماماً. قال لك كيف يختلط الزيت بالماء؟ لا بيختلط الزيت بالماء، يختلط الزيت بالماء دلوقتي، بيختلط ضد كل قوانين الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، يختلط الزيت بالماء. قال لك احنا دول بينفذوا المخاطب بتاعنا وده التطور، هي دي الحكايه. عبد اللطيف قال الشيخ بيحور ويلف، وزير بعيد لك وزير الدعوه والارشاد والشؤون الاسلاميه في المملكه العربيه السعوديه عشان بيتكلم على المحبوسين على بتوع حماس، جيش الاحتلال، تلفزيون جيش الاحتلال جاب لك بالاخر وذاع الاسرار وتحدث ان السعوديه رفضت جميع الوساطات للافراج على المعتقلين من اجل عيون امريكا وجيش الاحتلال الصهيوني. بالشهور الاخرين دخلت السعوديه شورى של מתפחים ערביים בחירים שפנו אליה בבקשה כי תשחרר עשרות פעילי חמאס שעומדים לדין בסעודיה באשמה שהלבינו והבריחו כספים עבור הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. הם נעצרו על פי מידע מודיעיני שהעבירו ארצות הברית וישראל. בעקבות המעצרים האלה ארצות הברית הטילה סנקציות על שני חלפנים גדולים בטורקיה שסייעו בעברת הכספים מסעודיה לרצועת עזה. واضح واضح واضح، ما محتاج واضح. ها عرفت يا عبد اللطيف قال الشيخ بيصوصو ليه؟